عندنا كب كيك، حاجة من الآخر يعني، حاجة حلوة حلوة. سجلوا معايا مقادير الكب كيك لأنها فعلا جميلة جدا. هنحتاج فيها كب كيك البرتقال، هنحتاج معانا فيه عشان أقول لكم مقادير بالظبط. فينك فينك يا كب كيك؟ أيوة، 2 كوباية من الدقيق، كوباية سكر، 2 بيضة، نص كوباية من الحليب، وكمان نص كوباية من عصير البرتقال، و2 معلقة كبيرة من بشر البرتقال، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، نص معلقة صغيرة من الملح، وكمان عندي نص معلقة صغيرة من الفانيليا، كوباية زبدة لينة مش مدابة، لينة، وكريم شانتي للتزيين. نيجي لأول حاجة هنعملها في الكب كيك، الزبدة نتقيد بالمقادير. الكب كيك نكون محضرين له ورق زبده في القالب بتاعه، او دهنين القالب ورشينه بشويه من الزبده ورشينه بالدقيق، يعني دهنينه بالزبده ورشينه بالدقيق عشان ما يلزقش معانا. دايما الفرن التسويه بتاعت الكب كيك مدتها 10 دقائق 11 دقيقه الماكسيموم، ما بنعديش يعني، حتى ما بنوصلش ل 15 دقيقه. الفرن درجه حرارته 150. خلاص حطيت الزبدة، هحط معاها السكر، وهاخد بشر البرتقال وهسيب لي شوية عشان ازين بيه، والفانيليا، وبس كده، وهضربهم مع بعض يبقوا معايا ناعمين. نعمت الزبدة ونعمت الزبدة مع السكر، هبتدي أحط الحليب، البيض، وعصير البرتقال اللي ممكن استبداله، بكوباية شوكولاتة مذابة، أو كوباية ونص من الكاكاو البودرة عشان يبقى معاكي شوكولاتة. أهو كب كيك شوكولاتة كمان نزلهولك، يلا أهو. وأخفق كل المكونات مع بعض. طيب هساعد العجان، طبعا نساعد العجان ننزل كل المكونات مع بعضها اهو كده، وابتدي اضرب ضربة بسيطة خالص، وبعد كده هحط الدقيق معاه البيكنج باودر ومعاه الملح، بس هضرب الاول ضربة بسيطة وهبتدي انزل بالمكونات. الكب كيك بتاعي بقى حلو جدا، لازم يتضرب كويس جدا، لازم نخلطه كويس جدا. ليه؟ عشان يبقى معانا الموضوع حلو وجميل، ويبقى البيض، البيكنج باودر كله توزع معانا حلو. طيب القوام بتاع الكب كيك، هيبقى معانا زي قوام الكيك بس على اتقل شويتين ثلاثه. قوام الكب كيك هو ده، شايفين؟ تقيل تقيل، بينزل بصعوبة، شايفين؟ ده قوام الكب كيك، بصوا هو ده القوام اللي أنا عايزاه. هعمل كده خلطة بسيطة خالص، أتأكد إنه كله بقى تمام. كب كيك درجة الحرارة، 150، ما بين 150 و160، الكب كيك بياخد له 10 دقايق في الفرن زي الفل، حلو جدا. بس نشغل الفرن قبليها بشويه حلوين، يعني قد ايه شويه حلوين؟ طيب يا زوزو، يعني حوالي تقريبا نقول تلت ساعة 20 دقيقة يكون سخن معانا الفرن بتاعنا. هحط الحاجات دي في الورق او العجينة في الورق، 3/4 والربع للنفشة بتاعت الكب كيك، لانه في بيض وفي بيكنج باودر. خلاص ونقوم دخلينه الفرن، موضوع بسيط جدا. لما بيطلع
بنعمل ايه؟ بنزينه بكريم شانتي، بكريم زبدة، بأي حاجة ناكله كده عادي جدا، يعني براحتنا خالص زي ما احنا عايزين وخلاص، يبقى الموضوع لطيف جدا. نكمل ده دلوقتي. بس ايوه هروح انا للفرن بالكب كيك بتاعي الجميل جدا، وهحطه على درجة حرارة 150، بفكركم وبأكد عليها، مفتحش الفرن 10 دقايق وقوم طلعاه واخليه يهدى خالص، بعد كده ازينه بالكريمة اللي انا عايزاه عشان الكريمة بتاعتي ما تسحش. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.